ده موقف مشهور جدا عن غضب الله لكسر تعليماته. ربنا قال ان هو يحل بمجده على الجبل، محدش يقرب من الجبل، اللي هيقرب من الجبل هيموت، من الجبل هيموت فورا حتى لو كانت بهيمة. تعالوا نشوف العهد الجديد بيقول ايه، عبرين 12 من عدد 18. تمام. اللي هيقراه لكم الدكتور رأفت دلوقتي بقى هو الروح القدس في العهد الجديد بيقول لنا ايه على القصة اللي لسه قاريينها في سفر الخروج. يعني انا قريت لكم موقف في سفر الخروج، موقف فيه جبل وفيه مجد الله وفيه غضب وفيه قضاء وفيه موت. تعالوا بقى نشوف الروح، ده مش احنا، مش برنامج 10 40 ولا اقوال النبوة، نشوف الروح القدس نفسه بيكتب ايه في العهد الجديد عن رؤيتنا كعهد جديد للحادثة بتاعت سفر الخروج. اتفضل يا دكتور رافع. عدد عبرانيين 12 18: لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة، لأنهم لم يحتملوا ما أمر به، وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم. وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى: أنا مرتعب ومرتعد، بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى ربوات هم محفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواح أبرار مكملين وإلى وسيط العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. تمام. عدد 24 هو المفتاح. هنا بقى بنشوف ازاي احنا في العهد الجديد نقرأ قصة حصلت في العهد القديم. دي قصة عن انسكاب غضب الله في اسوأ صوره، يعني اسوأ موقف، مش الوباء، يعني دي حاجة غريبة، يعني الله في رحمته حاليا في الوباء مثلا الحيوانات لا تصاب به، لكن ده موقف الجبل ده كان جبل ملموس. لو حد بيقول الله هو يوم امس واليوم والى الابد وبيبص كده، ده كانت شريعة. وانا هقول دلوقتي ايه اللي حصل، ليه طيب ربنا عمل كده. في العهد القديم شايفين غضب قاتل مميت في نفس اللحظة بينسكب على المخطئ ويقتله فورا. لا، احنا ما نقدرش نقول الكلام ده دلوقتي. دلوقتي في حاجة جديدة، دلوقتي ما عندناش الكلام ده. ليه؟ نبدأ بالعدد 24. لان في العهد الجديد في حاجة جديدة حصلت ما كانتش موجودة في العهد القديم. وسيط العهد الجديد، كان موسى هو وسيط العهد القديم. موسى كان هو الوسيط. طيب موسى ده اكتر حاجة يعملها ايه؟ يصلي فربنا يعفو شوية. لكن وسيط العهد الجديد ما كانش موجود في العهد القديم. من هو وسيط العهد الجديد ده؟ هو يسوع، اللي فيه دم ترش. طيب هنا ايه ده بقى؟ بيطفئ الغضب بالكامل، ما بيبقاش فيه بقى، يعني ما يبقاش فيه كل اللي احنا قريناه مع بعض في سفر الخروج. كان اشاره الى حاجه البشريه الى وسيط جديد. الله لم يتغير، لكن كنا في انتظار الابن يسوع الى دمه الذي يرش، وهو دم يتكلم.